مين اليوم ياخذ؟ ها يا شباب تتوقعون مين؟ محمد اخذ، عبد الرحمن اخذ، خالد اخذ. يلا يا كابتن اعلن اعلن. النهارده انكرم يا جماعه حسن. استاذ صفقوا له، صفقوا له. تفضل سلم على عمو. الف الف مبروك بطل. ايش تلعب انت؟ تلعب ايش؟ وسط هجوم ولا كله؟ الف مبروك بنكرم النهارده حسن. ان شاء الله بكره، بكره في بعد نشوف بكره مين بياخذها. بكره كويس، لعيب مؤدب ب 50 ريال كلاعب كويس، متمزق متميز في كل شيء. فرجاء منكم يا جماعه اللي ما خدش النهارده ياخد تمرين بكره، وكل تمرين الكابتن حسين بكرمه وفضله بعد ربنا سبحانه وتعالى بيكرم الناس كلها يا جماعه. فالنهارده محمد، بكره عبد الرحمن، بكره خالد، وهكذا كلنا هناخد. يجي على الطول ناخد يا جماعه، فاحنا كلنا اخوه وزملاء، لازم عندنا روح التعاون والود بينهم. اوكي يا جماعه، الكابتن خالد خد، عبد الرحمن خد، وائل خد، ان شاء الله رب الكابتن فارس خد، وهكذا في الطريق الناس كلها. لا لا اسمع، واخر الشهر يعني بعد كم؟ 500 ريال صح؟ يعني مين بياخذها؟ نشوف. هل هي قرعه ولا اخر الشهر يا جماعه 500 على حسب الحضور. اخلاق سلوك، اخلاق سلوك، اداء في الملعب، تكتيك، راجل ملتزم في كل شيء. في نقطه عايز اوضحها لك يا جماعه قدام ابو احمد اهو، قدام الكابتن حسين، الناس هنا ما عندهاش التزام في السلوك. بقول تمرين التزم، اكن انا ابوك يا عم في البيت ملتزم مع ابوك تعظيم سلام، لكن انا على اتكلم واطلع في صوتي يطلع عيني، ولا واحد بيتكلم مع زميل، اعمل تمرين تتابع على واحد يبص كده وساب الكوره تجيب. يا جماعه غلط. ابو احمد اهو يشهد على ذلك، والاهالي بره اللي انا بتعب صوتي معاكم عشان اعلمك. لازم تسمعوا الكلام عشان تطلعوا اللاعبين.